دكتورة جاسمين ساسين مباشرة عبر تطبيق زوم. صباح الخير. صباح الخير ماجي، يعطيك العافية، انتو كمان. لبق لك هالزهر كتير وهيك أمل. أمل ميرسي يا ماجي، إن شاء الله كل هيك الألوان الحلوة بتملي حياتنا إن شاء الله المشاهدين. إن شاء الله. دكتورة ساسين، اليوم موضوع يمكن كمان كتير بهم الناس، لأنه في كتير يمكن أعراض مشتركة لهالمشكلة يلي هي مشكلة تورم الأرجل. في كتير أسباب لها، أوقات كتير بيقولوا الناس بالصيف، يعني هلأ بهالموسم بتورموا أرجلهم أكتر، بيكونوا مفكرين أنه بركة شي عادي. خليني أبدأ أول شي ببعض الأسباب الشائعة لتورم الأرجل. صحيح ماجي، تورم الأرجل هو شيء بيمرق معنا كلنا، يعني بيمرق بحياتنا، كنا يعني شباب أو كبار بالعمر. هذا العارض موجود بشكل شائع، ممكن يكون جدا طبيعي وبيصير هيك بيمرق مرور الكرام، أو ممكن يكون يدل على مرض خطر مسبب لهالتورم. نعم، مثل ما قلتي ماجي انه نحن بفصل الصيف على الشوب بيصير في تمدد بالاوعيه الدمويه، وهيدا الشيء لانه بالاطراف في عندنا موضوع الجاذبيه، الدم بيترقد اكثر تحت ما يصير في تمدد بالاوعيه الدمويه. اكيد باخر النهار بيصير في عندنا شويه تورم الارجل، خصوصا عند السيدات اللي بيلبسوا كعب عالي او الاحذيه تبعيتهم شوي بتبقى ضيقه، طبيعي اخر النهار يشوفوا شويه تورم بالارجل والام بالارجل. هيدا الشيء بس يجوا يرتاحوا ثاني يوم ويوعوا الصبح، مفروض الورم يكون خف. نعم، هذا الشيء ما بيشغل البال ابدا، ولكن اوقات بيدل على وجود امراض خطيره، وخصوصا اذا ترافق مع عوارض ثانيه. مثلا تنعطي اكزامبل، الاشخاص اللي بيعانوا من قصور بعضله القلب هن اشخاص ممكن يتعرضوا للتورم بالارجل. هذا الشيء بدل على انه في عنا احتباس مي بالجسم، وهالشيء ببلش بالارجل وبيطلع على بقيه اعضاء الجسم وخصوصا الرئتين. بيصير فيهم احتباس بالمي، وبيصير في عنا نوع من الضيق بالتنفس او الاختناق اللي بسببه هالمي بالرئه من جراء قصور بعضله القلب. وهالاشخاص هدول اذا كانوا عم ياخذوا ادويتهم بشكل جيد، مفروض انه هيدا الشيء ما يصير في تورم بالارجل، وما يصير في حدوث مي بالرئه. واذا صار هذا الشيء بدل على انه او ما عم ياخذوا ادويتهم مزبوط، او ما عم ينتبهوا على الملح بالاكل، او ضغطهم عم يطلع. فمشان هيك الاشخاص اللي عندهم هالمشكله بالقلب لازم ينتبهوا، بس يبلش التورم بالارجل هيدي اشاره على انه لازم يصير في تعديل بالدواء، واشاره على انه ما عم يكونوا عم يتبعوا النظام اللي لازم يتبعوه يوميا. نعم. دكتورة ساسين، في مشاكل هي بتكون أوقات اللي ذكرتيها مثلا بتكون مخفية ما بنعرفها، أوقات بنعرف مثلا عندنا مشاكل بالقلب، بس مثل ما ذكرتي أوقات إذا تورموا الرجلين لازم نستشير الطبيب. في أوقات مشاكل ظاهرة بالإجرين مثل الفاريس مثلا، مثل الفاريس داخلي أو خارجي كمان أوقات ما بنكون عارفين فيه، كمان بيسبب تورم. قد إيه هالموضوع خطير أو بده علاج؟ مظبوط. من الأسباب الموضعية الفاريس اللي كان بنقول له جواني ولا براني، يعني في نوعين من الفاريس، اثنيناتهم ممكن يسببوا تورم بالارجل. اكيد الفاريس الانتان بيكون اكثر يعني، وبيسبب الام بالارجل مش بس تورم. وهالتورم مثل ما قلنا بيحدث كمان باخر النهار من بعد وقوف طويل، او مثلا الاشخاص اللي بيشتغلوا بالمكتب وكل الوقت اجريهم يعني ببوزيسيون نزول واقفين. نزول مظبوط، هيدي كمان بتسبب تورم بالارجل. هلا الفاريس بيختلف علاجه حسب درجات الفاريس، وحسب مثل ما قلنا اذا فاريس انتان ولا اكستان. هون العلاج بيتوقف على حسب الفحص السريري وحسب الفحص كمان الدوبلر اللي بنعمله للفاريس. بس اكيد النصائح اللي بنعطيها للناس اللي بيعانوا من هالمشكله انه ما يتركوا اجريهم نزول لفتره طويله، او ما
يوقفوا فترة طويلة ويجربوا بين يعني إذا مضطرين يعني نوعية شغلهم أو طبيعة حياتهم بتفرض عليهم هالشيء، أنه كل فترة وفترة بالنهار يقعدوا ويمدوا أرجلهم يعلوهم أو يحطوا تكاية تحتهم حتى يخففوا هالاحتباس المي اللي بيسببوا الأوعية هي والفريس شو؟ هو أوعية متمددة بتسبب أنه يطلع المي من الأوعية الدموية على الأنسجة الموجودة بالأرجل وبتسبب هالتورم هيدا. فبالتالي بس نرفع الأرجل هيدا الشيء بخفف. وكمان نصيحة للسيدات بشكل خاص، لأنه كمان بنلبس كعب وبنوقف كتير، أنه آخر النهار فينا نحط إجرينا بمي مسقعة أو بس نتحمم آخر شيء نفتح الدوش مش مي سخنة، مي مسقعة على إجرينا. هيدا الشيء بخلي الأوعية الدموية تزم وتخفف أنه هالمي تطلع من هالأوعية وتورم الأرجل. نعم هيدا إذا تفضلي. تفضلي ماجي. كنت بدي اقول انه بدي انتقل لغير موضوع، ما بعرف اذا عندك بعد شيء تقوليه بهالموضوع عن الفاريز. لكن بعد قصص كنت بدي احكي عن المراه الحامل، يعني المراه الحامل يلي هي بدون ما يعني يكون عندها مشاكل او بعض المشاكل الصحيه بسبب حملها، هي على الوزن او على الهرمونات وكل هالتفاصيل كمان بيورموا ايديها واجريها. هل تورم الرجلين عند المرأة الحامل زيادة عن اللزوم بدل كمان على مشاكل عندها؟ هلا تورم الارجل عند المراه الحامل هيدا الشيء طبيعي باخر اشهر الحمل، يعني او باخر شهرين، بنقول على الثقل يمكن. مزبوط او 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 شائع؟ لا لا معك حق 100%. على الوزن الزايد البيبي كمان لأن بيكون كبر حجمه وبيكبس كمان على الوريد الأساسي بالبطن وبيخلي أنه الدم يعيق حركة الدم من الأرجل إلى الجهة اليمنى من القلب، وهذا الشيء طبيعي. وكمان الهرمونات، ولكن بدنا ننتبه أنه بعض الأحيان بيكون عم يترافق مع مشاكل تانية، إذا في لعيان نفس، إذا في ارتفاع بالضغط، إذا في ألام بالرأس، عوارض من هالنوع بتترافق مع تورم الأرجل ممكن يدل على حدوث شيء من له تسمم الحمل أو البري إكلامسيا، وهيدي مشكلة خطيرة ممكن تصير عند السيدات الحوامل وتعرض الحمل للخطر وتعرض كمان حياة السيدة للخطر. مشان هيك السيدة اللي يعني بيصير عندها تورم وبيصير عندها العوارض هيدي لازم فورا تستشير الطبيب، لانه هي المشكله اذا دغري عرفنا بوجودها يعني بتتعالج وما بتسبب اي خطر او اي مضاعفات. نعم صحيح ماجي. سو هيدا النصيحه الاساسيه عند السيدات الحوامل. نعم. هلا بدي كنت اذكر هيك كمان بشكل سريع اذا ما بقى معنا وقت الاسباب الثانيه كمان. لا اكيد بعد معنا وقت دكتور، تفضلي. في عنا بعض الأدوية ماجي بتسبب التورم، مثل أدوية الحبوب منع الحمل، أدوية الكورتيزون، أدوية الضغط. في بعض أنواع أدوية الضغط بنعطيهم كمان بيسببوا تورم بالأرجل، ولكن بدنا نقول إنه هذا الشيء منه خطير، ممكن يكون مزعج عند المريض. وساعتها إذا المريض انزعج من هالتورم الناتج عن هالدواء بيحكي مع طبيبه بغير له دواء الضغط، أو بننتبه مثلا بأدوية الكورتيزون بنخفف الدوز، بننتبه نقول للمريض مثلا ما ياكل ملح هو عم ياخذ كورتيزون. هالأمور هيدي اللي بتتعلق بالدواء. في أسباب تانية، في عنا أمراض الكلى مثلا ماجي بتأثر، أمراض التليف الكبدي كمان بتأدي إلى التورم بالأرجل، خصوصا الأشخاص يعني اللي بيتناولوا الكحول بشكل يومي. أوقات يعني العارض الوحيد اللي بخلينا نشك بوجود مشكلة بالكبد من جراء تناول الكحول هو تورم الأرجل، لأنه بيصير في عنا نقص بالبروتينات بالجسم. مثل الاشخاص كمان اللي عندهم سوء تغذيه، الكبار بالعمر اللي ما بيعودوا ياكلوا بيصير القلب يعني نقص البروتين كمان هو سبب. اكيد 100% هو سبب لتورم الارجل، وبعدين بيصير يعبي الجسم كله مي. بنشوف الاولاد يعني بالمناطق اللي فيها بالبلاد اللي بيكون فيها سوء تغذيه ما عند الاولاد، هذا لانه بيكون صار في عنا المي عم تنتشر بالجسم بالارجل وبالبطن نتيجه سوء التغذيه. من هون بدنا ننتبه كمان على هذه الشغله، وخصوصا عند الكبار بالعمر بيكون عندهم امراض معينه وما بيعودوا ياكلوا بالشكل المناسب. نعم. الأسباب أكيد متعددة وما فينا نعددها كلها، بس إنه هدول من أكثر الأسباب الأشخاص اللي لازم ينتبهوا لهم. الوزن الزايد كمان ممكن يكون سبب لحاله، القعود كتير وإنه ما نحرك إجرينا، السفر إذا كان أكثر من 5-6 ساعات
بالطيارة، مشان هيك بقول للأشخاص إنه حركوا إجريكم أنتوا قاعدين، قوموا تمشوا لحتى ما يرقد الدم كتير ويعمل تورم، وهذا التورم ممكن يؤدي لجلطات وكمان يعطينا تورم. وهون بدي أقول إنه إذا الورم كان برجل أكثر من الثانية، هيدا كمان مؤشر لحدوث مشكلة شوي جدية أكثر من الورم اللي بيكون بال مثل الجلطة، يعني مثل جدية مشكلة الجلطة. إذا كان موقع التورم مثلا ببطة الإجر أو بالإجرين من تحت، هل كمان دليل مختلف لمشكلة ما؟ صحيح، تورم مثلا الكاحل المادي هو اكثر بيكون له علاقه، يمكن اذا مثلا واحد تعرض لسترين بهالاجر، فكش بنقول فكش اجره، او اذا في داء المفاصل مثلا روماتيزم، اوقات بيكون الورم على المفصل الكاحل ما بيكون ببطة الاجر يعني. نعم. فكمان موضع الورم كمان بيختلف، وكمان الورم اذا بنقول اوقات كثير للمريض نحن كبوس على اجرك، اذا اصبعك علم بيفرق، يعني بيفرق التشخيص بين اذا هيدا مثلا الورم ناتج عن مرض قلب او كلى او على مشكله مثلا انسداد بالجهاز الليمفاوي لاسباب معينه، وهون يمكن ما رح نقدر نفوت بالاسباب لانها ممكن تكون متعدده كمان. سو كمان طريقه اصبعنا شيء وما بيعلم اصبعنا شيء ثاني، واكيد هون دور الطبيب بيتعب، يعني دور كبير الطبيب لحتى يوصل للتشخيص بطريقه ثانيه. نعم، هل قد مهم الموضوع دكتوره سيسين؟ لانه اوقات كثير بنفتكره مثل ما قلنا بالبدايه انه الصيفيه وشوب وقفنه، او مثل عند الستات مثلا لابسين كعب عالي، بس اوقات كثير هي انذار، يعني لازم نعرف نميز، لازم نعرف انه اذا طولت لازم نستشير الطبيب، اذا كان نهار وقطع منه مشكله. هل شرب المي بالصيفية كمان بيخفف من التورم الناتج عن الشوب والحرارة ونهار طويل مشي؟ هلا الشرب المي دائما مفيد، هلا هو مش بالضروره يخفف التورم، بس بالعكس عند الاشخاص مثلا اللي بيعانوا من مشاكل قصور عضله القلب او الكلى او الكبد، نحن لا هون بننصح انه يخففوا مي او يلتزموا بكميه المي اللي الطبيب اللي بيطلبها منهم، لانه هالكميه المي كمان بتروح بتعبي بالرواية وبتسبب ضيق بالتنفس وهبوط بالاكسجين وبتؤدي بعض الحالات الى الاختناق. نعم. سو مشان هيك هو الاشخاص اللي عندهم هيك مشاكل لازم كثير يتايدوا بارشادات الطبيب من ناحيه انه قد ايه بيتناولوا ملح خلال اليوم، قد ايه كميه المي اللي لازم ياخذوها، واكيد انه ياخذوا ادويتهم المدره للبول بشكل منتظم، واذا هن عم ياخذوهم بشكل منتظم ولاحظوا انه مع ذلك في تورم بالارجل، هون قبل ما تتفاقم المشكله وتوصل على الرئة لازم يستشيروا الطبيب لحتى يقوم بتعديل الأدوية أو يعطي إرشادات أخرى. نعم، شكرا كثير دكتورة جوستين ساسين على هالنصائح اليوم يلي بتمنى تكون أكيد استفيدوا منها المشاهدين، لأنه أكيد ذكرنا أنه هيدا موضوع شائع، عند الكبار بيختلف، عند الصغار بيختلف أكثر، المواسم، وإذا عندنا أمراض ضروري نستشير الطبيب ما نفتكره عارض ومارق. بنشوفك أربعة الجاي دكتورة ساسين، ونهارك حلو إن شاء الله.